انتصارات حرب تشرين بأيام 73 كانت عملت هزة على مستوى العالم كله بانتصار الجيش اللي صار وبالقوة اللي تقدمت. مع العلم كانت قوة سوريا بعد بدايتها. ذكرى حرب تشرين هي ذكرى نحن نعتز فيها ونفتخر فيها، وهلق انتصارات الجيش والانتصارات اللي عم بيكون فيها الجيش كمان نحن بنعتز فيها وبانتصارات وبطولات، ومنعيد على سيادة الرئيس وعلى الجيش العربي السوري بهي ذكرى. انتصارات سوريا كلها من تاريخها هي مصدر لتكالب الاستعمار على ثروات هالبلد، والله يحمي الجيش اللي دائما وابدا جيش عقائدي وجيش بطل، واللي تكالبت عليه 130 دولة وكسرهن بإصراره بعقائديته وبحمايته لأرضه وعرضه. الانتصار بحرب تشرين تحريرية، تلك الحرب التي كسرت شوكة الأعداء، وتلك الحرب التي غيرت المقولة القائلة بأن الجيش الإسرائيلي لا يقهر، بل هنا الجيش العربي السوري أدى واجبه وكسر هذه الشوكة. حرب تشرين تحريرية، هذه الحرب اللي فعلا غيرت وجه المنطقة وغيرت الشرق الأوسط، ومنلاحظ أنه هذا الجيش البطل ما توانى من حرب تشرين تحريرية حتى الآن. نحن نقاتل العدو، نفس العدو ولكن بأشكال مختلفة، العدو الإسرائيلي والكيان الصهيوني وأمريكا الداعمة عم تظهر عنا بأكثر من شكل، بأكثر من 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 وجه، ولكن الجيش العربي السوري حقق البطولات السابقة وما زالت هذه البطولات متلاحقة إلى التحرير الكامل إن شاء الله. جيشنا جيش باسل، جيش بطل، جيش عقائدي، جيش مربع الوطنية، نحن منعتز ومنفتخر. نحن تعلمنا وعلمنا ولدنا بعد الله نحب بلدنا. سوري كالحب الأرض الشعب الوطني الغالي يا رب تبارك.